مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ظلال الأصيل التي نلتقي فيها دوما على ضفاف هذه المساءات التي تجمع بيننا وبينكم بكل المحبة والود مساوعين وينما كنتوا. وأكيد نهاية أسبوع سعيد كانت فيها كثير من الأحداث التي تناقلناها سويا، سواء كانت مفرحة تشبعنا بها أو محزنة تجاوزناها. أكيد أي واحد فينا في حياته كان عنده خلال الأسبوع الماضي كثير من الأخبار. نتمنى أن يكون أسبوع سعيد عليكم والقادم أجمل وأحلى بالتأكيد. يمكن المناطق في كل ربوع الوطن الحبيب نحن بنحتفي بهم من خلال هذا الأصيل الذي نفتحه من خلاله مساء جديد ونودع آخر خيوط الشمس مع ظلال الأصيل لهذا اليوم، ونفتح ليل جديد ومساء نتمناه أن يكون مساء خير وبركة. نتمنى أن يكون نهاية أسبوع سعيدة كمان لكل متابعينا في كل ربوع الوطن الحبيب. خلونا من كل ربوع الوطن الحبيب نجيب في واحدة من المناطق الجميلة جدا اللي يمكن كان عندها أثرة البالغ في ضيف حلقتنا لهذا المساء من كردفان الغرة، هم خيرا جوا وبرا رغم أنه الدوبيت كمسمى كبير وكشعر هو متمدد ومتشائم في كل ربوع الوطن الحبيب، لأنه إحنا في المساحة دي بنحتفي بكردفان تحديدا من خلال عبد الله ود الزاكي. أهلا وسهلا بك ومساء الخير عليك. مساء الخير وعليكم السلام. مرحبا. احنا قبل ما نبدا وقبل ما ندخل كردفان بتفاصيلها كلها، رايك شنو تدينا نص؟ قرقر كير هداير الفتنه، ظل غمامها جولونها السمع لا فتنه، ولا بايش تخلينا نشوق باجتنا، زركها الشات حفاها النعم باديتنا، فيها سرحنا بالخرشم حليبا دافي، شقيناها بيه والدلبل العنافي، من تبالها نسام الشتا المدعافي، تلبس نوع جمال من طبيعها الوافي، غنيت فيها جدا وغنوا فيها خلافي، متأمل غوافيها مهوايا شافي، فيها طبيعة ساحرة وتوب جمالها الوافي، عند المرخيات لون حدها الجغرافي، دارسناها جيل في جيل، شقيناها بعنافي قرن عديل، حرتنا زرحها بالماس المداه طويل، حجوب شيلها يردخ في السراب وميل، أكيد يا الغرة يا سمحة رمالة، مشيتك في مروابك رجاك ومصانع زيتك، من تبيت مدرفن كردفاني هويتك، تطيعني الغافل إنما منظم دو بيتك، قول للراب غني وأسمع من حلاوة ترد غناك، بذكرني في الباجة تبرها مندي، صليت بدري قفيت من بلد مدعدي، قصد الغرة مسقط راسي بلدي اللي فيها أمي وجدي، قلبي جريح يا أخي الروح بقت مشتاقة، والريحان عطورها مخدرة وراقة، سماكي جميل مع القش الفتق عراقة، ساريتك تشيل ليلها وتمش نقناقة، جميلة جميلة يا بلدي وتتم الكيف، حمارك شقة بين خيتين ولون الطيف، ومربوطة والبانداقي قالوا خريف، أشوف بلدي وسماح لونها وجمال الريف، عربا نزلوا شتتوا الفرقان، دليلهم صلى بدري ووجه الرعيان، شدوا الحرمة نسل شارد الكيعان، مخالب شلة والرقبية والجوغان، عربا نية خطوا صعيد بعاف الردة، كل ما يوم بنزلوا جديد، جينا فريقها بدعربا سماحها فريد، نطينا بلدها فتناها وعقرنا بعيد، السمرية راد لقلبها حبيتها وبريتها وبالحلال طالبها، خايب إن غير ما يقولوا رحلوا عربها، أمشي فريقها مخجولة الدلال واختبها، نويت بلدي وهويت له ودرت ليه الفوت، شوف عن سنقيب المنوسط مخروطة، الفوق بيتها لا بتسمع نظم لا جوطة، خدت فريقها بانداقي وجه مربوطة، المالكاني حبا وما عشقت سواها، تمطر في البطين حال الجنوب هواها، بلد المرخى والجيزان بركها رواها، نشو عربها سارحين توب جمالها كساها، الجيزان همردة وسارحة فيها غزال، نشو عربها فوق مرخى ولبط سيال، بلدا فيها ما بيتكلم الجوال، خريف قشدها دفرة وحسكنيتة ونال، وطاتهم شوقرة واليوم طلب وبال، ورصعوا التاية في جيزان وطاتها كتال، اليوم الحوبة معروفين بخرب المال، نسبوا كهينة وسموا الفاس وخطوا عقال، عربا فيها ما بالصنط القوال، يدعوا الشقة فرقانهم يمين وشمال، تبالها البرك شايف سحب شلال، جاني نسيمها ريحانة وعطور وجلال، بلد أجدادي فيها العم وفيها الخال، ورب العزة أخدرها وكساها جمال، خدت فريقها فوق ربعة، وقويزاتنا الهواها جنوب يتكسع يمين وشمال،
كان نص طليل شال واندفق ساريها يوم تالتاها بتشوف الخدار كاسيها أو الصف ليك سماح بلدي وجمالا فيها كان أصبح من أي لتاني زاق ضحويها التمليك هرويان والورود حواليها بلد مخدرة يا صاحبي ويطين جمريها وخد ليك مرقب العاتل بشقة تيها شوف الباجة مرخدها وجمال واديها يوم شديت مسفل فوق عصير انهالك ربعي تمد من الشربق عقيق كنالك غنيت ليك مغرم كان وصفت جمالك لقيتها بترعى فوق بطن التواكي غزالك غنيت ليك مغرم كان وصفت جمالك لقيتها بترعى فوق بطن التواكي غزالك. والله لوحة جمالية متكاملة، يعني إحنا دخلنا لجوه البادية بتفاصيلها وبسماحتها وبأهلها وبسحرها الأخاذ، يعني الناظر للبادية بعين الجمال بيجد إنها هي مكتملة الجمال بكل أركان. وصراحة خلينا نتكلم عن كردفان. نعم. وكردفان كان عندها عميق أثر فيك وأثرت فيك كثير، يعني حتى في الشعر نحن شفناها من خلال الدوبيت وأثرت فيك كابن منطقة، وكان عندها يعني تشكيل للملامح الشاعر. صحيح. عبد الله والدزاكي كلمنا عنها. تمام. كردفان كيف أثرت فيك؟ والله كردفان دي أصلاً إحنا أتربينا فيها، مما قمنا وضعونا في كردفان في منطقة أنا أصلاً مسقط راسي، منطقة اسمها شرفة. شرفة في كردفان؟ شرفة دي شمال شرق مغوار، شمال ريفي عشان القبيلة بزع. يلا مما قمنا طبعاً قمنا ناس مزارعية وناس قمنا في سروة يعني، ومشينا في الخلا هي ظاهرة في النصغة والغزال والصيد والتفاصيل اللي فيها دي كلها ظاهر إنها كانت من المنطقة. البيئة صحيح أثرت فينا يعني خلتنا نكتب شعر. شلتوا من زول قبلك ولا الطبيعة هي اللي ألهمتك؟ والله أصلا هي الطبيعة جميلة، لكن إحنا كان لنا شاعر اسمه المرض ودليدي، وبعديه جاء أحمد ودقلباي، فديل الناس صحيح اللي نحن تلقينا منه الشعر، تعلمنا منه الأهداء وكنا منحبه حقيقة. يعني لما يقولوا لك الليلة مثلا الشاعر المرض والدليدية وجاء أحمد ودقلباي، والله صراحة يعني بتكون مهتم شديد عشان ما تجي تسمع منه وكده يعني. طيب أنتوا كيف بتكتبوا الدوبعي؟ يعني إحنا بنسمع عن المناظرات اللي بتكون عموماً لما تكونوا في الزراعة أو لما تكونوا بترعوا أو لما يكون في مجتمع أنتوا قاعدين فيه وفي في ما بينكم، كيف بيتم كتابة الدوبيت أو الدوباي أو المصدار عموماً؟ والله ما على حسب الهواية حقتك أنت، داير تكتب بتكتب يعني. أنا مثلاً جيت منظر جميل لقيته وعجبني تكيفت منه، موضوع مثلاً فخر، موضوع مثلاً يعني أي جمال، جمال طبيعة، ساي بلد شقيتها بجمل ركبت كده جيت نزلت على الناس في لام في التاية أكرموك مشيت كده، يعني من بتلقى حاجات جميلة يعني بتخليك غصبا عنك أنت تكتب شعر. طيب بنفس الجمال ده ما تدينا نص ثاني؟ ثاني تاخذ نص من كردفان؟ احنا دايرين نصوص كثيرة شديد احنا ناخذ نص من كردفان لو ما عندك معنى. يوم شدينا في شيحانك يوم فوق تاية يوم فارين معاور بانك يوم فوق درت متخمجرين عرسانك يوم داكشين خلاك متدربين نيشانك يوم فارسك متابع فوق حمارة درك يوم مطرانة في السبعات وعيشك فرك يا الفيك جنقة نيشن في غزالك وشرك حدك فوق جبل فوق طيف خيالي ممرك عربك شد فوق ظهر بقفايا نزل ينقيبك مفرسا من عدوك ما قزا ربطولك حرير شايفك بنيد عزة ضقت قلب الخيل مع الشتم والنحاس برزة برقك شال صحابك مزر حراتك نشيط من البطينة تحزر جقلف على في حد البلاد تحقر قماريك ساجعة بدقوقي وخريفك بدر شق حمارها بين خيتين وبرقها عار جاني هواها نسام الدعاش الساري صبحت الليلة مطرانة وصحابك هارج فعلك زاوق وماته وحوارك داري برقعينتك مشى السايلة وفريعك ناود عاشق جابوا نسامك حلاوته حلاوة المرضان عليل بإبر الحكيم مادة وهواكب عالجو يا الأرضك نقيب وطراوة شفت جمال طبيعة وفروع شجر مياسة شفت روينة الصيد اللي بيقنص ناسة شفت الليلة شادين البشر في الراسة دارعين حرة في سرج المغلق ساسة أمانة يا باجة كل الغنة قصر دونك زملك شد للعرض وتبع صالونك
شجرك ظلل الطير السكن في غصونك هواك علاجنا يا طيفك مجمل لونك بدر صحيت مع الفجراوي جاتني نسايم بروقك شال عسايقات السحاب العايم مرضان هواك ما بينفع عنه عزايم اللي يجيك يا المردة ونهارك رايم. يا سلام يا سلام، صراحة عوالم يعني بتودينا ليها يا عبد الله الدزاكي، لكن أنا عاوزة يعني دي استحضرتني بأنه الشعر اللي كتبه عموما في الشعر السوداني عن الغزل وعن المرأة السودانية وعن جمالها وعن غيره، كتبوا بأنه لقوها بتكشح الموية جنب الباب ولا شافوها في حفلة ولا كده، كيف كتبتوا أنتوا عن الغزل في بادية كردفان؟ والله فعلا احنا اللي بيعجبنا في الغزل زي ما قلتي هو الذوق والأدب والاحترام، جميل يعني من عاداته وطبايعه وأهله كده يعني. بينزلوا معاكم الزراعة ولا بيكونوا في البيوت وكتبتوا عن الأخوت عن الحبيبة عن الأم عن المرأة عموما اللي عندكم في البادية؟ نعم والله نحن أصلا زي ما بقولوا عشنا حضر وبادية، نحن أول ما تعلمنا السفر جينا من درمان، دي بقيتوا من الناس بنجي من درمان ونرجع بلدنا، بتاخذوا يعني من هناك الالهام وبتجوا تفرغوا هنا. تلقينا حضاره هناك وحضاره هنا. معناها كتبت عن الغزل؟ كتبت عن الغزل. طيب ادينا نص نسمع. فجأة لقيته مسرح للمساير وفات اللون التوب مورد عندي فوق مشاكل، وريت قلبي سير فوق الكلام ما يعاتل، حنت روحي فوق رصاص عيونه الكاتل، هزرناه وابيض هزر شكيت فوق لسه بالحنان ما توزر، أن الشعب ضارب لي فوادي وغزر خد عسيلي روقرش رش عيونه مفزر، لون الوردة لونها وقطعولها لحنة نايرة خد مايقن بالدلال كاحلنا، قادية المشاط عشق المدلة لجنة لونها عسيلي بالجدي اللي راي لنقنا، مشت العينة الطرف المقام وسوافي بعد حنيته يا أبو السار أصبح جافي، الزهر الفريد لون السمار الخافي عزب روحي جاب لي الزهج مما فيه، شرايحي ثلاثة سوداني زين وقريبة بعيد الساحر يا الله خبر القريبة، الغزلية شارفة وفيها عنوان طيبة نقلوها مسامح نجع نصيبتي نصيبة، الساحرات عيونها وليها ساير حني أصلي بريدها وليها والف جني، النجع سرح ليها ماشر فني عندي النية في قهوة فناجرة أغني، مهرة عنيدة يا زينة الخيول الدافرة ستة وستة يا الأوصاف جمالك وافرة، تلي إيديك يا جديت الخلل متناسرة فيك نماتي عجزا ومن محاسنك قاصرة، زعلانة ولا من حر الفراق متناسرة جبر الخاطر يا ست المشاعر العاطرة، مدام الريدة بيناتنا وبقت متوافرة ليه يا سمحة من ساحة عيوننا مسافرة، اغري سلامي وري النية قول ليها الصباح بدري السفر باكرية، وطني الفوق سامحات العبور والجية قلبي تعدى سافر فوق عيون حضرية، بتذكرها كل دقيقة طالت الفرقة بيناتنا وليالي عديدة، الوالتني بأشواق تملي جديدة بس رسائل الشوق والمسافة بعيدة، خبرا جايب نسام الشمال متراكي نطرب قلبي هز دواخلي حرك ساكن، سماح الفر زي برق السحاب الداكن جزور عريضة غاش كسل وسكون وسواكن، أصلي بريد لكن لي أهل بعاد طالت الفرقة بيناتنا وجفاني رقاد، الظلمت نمت وذاكر الغرياض تعرضت جمرا في السحر وقاد، دروبك وعر ما من السهل وصفك حير الشعر الكبار وفطاحلا، در فريد رموش بحر عيوني كاحلى سلامي تجيك مع الريم والنسايم الراحلا، الروبتها لي عند الفنايد قايدة معاي وحادها كل ما يوم بتصبح زايدة، الفوق جيلها حكمت عسكرية وغايدة مسكت طريقها يمين لا قرش لا فايدة. يا سلام يا سلام، والله يا أخي يعني أي نص صراحة بيودينا لحتات كثيرة شديد، وكله مزدار وكله دوبات بتكون فيه حاجة مختلفة. صحيح. أنا دايرة أتكلم عن المجادعات، كيف بتكون عندكم أنتم في البادية مجادعات بين شاعر وشاعر؟ ورينا برضو نموذج لمجادعات كانت بينك وبين شاعر تاني. نعم والله أنا ما عندي مجادعات كثيرة، لكن عندي أخوان بسيطة يعني أرسلوا لي حاجات وأنا رديت. هاي مبارك ود الهدي قال لي حرف العين نبع بيجرف وقرب قلبي بيزردية أمم بلفو،
أبو يسمن غميس البليد ما بعرفه قاطع قلبه دي شوتال وظاهر جلفه. قلت له يوم نعناه بالخرطة القلايد صرفه لونه خدار لكن جنسه ما من عرفه. في عينيك رماح نادك مناشا ظرفه نفسك مسكة الهند اللذيذ في كرفه. دي كانت مجادعة بيني وبين مبارك طبعا. مناسبتها كانت شنو يا ود زاكي؟ مناسبتها والله إعجاب. أول المناسبة أنت بتحس بالشاعر ده قال كلام جميل مثلا وأنت عجبك. أنت زول شاعر مؤهل بتكون بترسل له حاجة كده يعني إعجاب رد له هاي أنت بعد جميل بترد عليه الإعجاب ده ذاته ما بيطلع منه شعر الحماس جدا. يعني مرات كده ممكن تحس بالحماس والفخر وتقطع قطع أخضر في لحظة جدا جدا ها طيب زي شنو كده حصلت لكم ممكن تكون في واحدة من المناسبات وكلمنا برضه عن مناسبتها والله كان طبعا نحن لينا عادات كثيرة في الزواج وكان مرة جينا محل بتاع عرس معزومين وأنا حضرت يعني عروسة والعروسة كانت يعني طبعا جابوا أول السباتات فرشوها وفي احتفال طبعا العروسة ذاتها بيجيبوها في وقفة والناس كانت منسجمة كلها منتظرة الحتة دي طبعا أنا من ضمنهم فبعد شوية طبعا العروس جات والوزيرة كانت جنبها والعريس كده يعني فأنا قمت صورت المشهد المنظر ده يعني ف صبري معاها ساير لكيم الله عدم فجولها الصفوف خالية وبدت تتقدم وزير ديسة المسايف فوق كتيفها مردم معها طراكسة زيبانة وصبرنا تهدم يشهد ربي من آخر ضميري يشهد ربي من آخر ضميري بريدة ربطول السوار جايين يباركوا جديدة جات الدار شابلين الداف في وريدة جاهر عيوننا بمقلا سمع غريدة ربطول السوار نايرة الخدين سنها جوهر الدر شفتوا عين بينين بالتلباد يا جاتنا مسرح الموجتين خادت الحنة ما بتلطع النوكرين أعمل شنو بالله قرفال لا نفع السجار لا الشاهي العجبان دون الناس عليها بلاهي ربطولها العقد فوق حزاز وريدا باهي ربطولها السوار لبسوها عريرة جابوها السبات مدرجاها وزيرة المربوق قوامها عند المتان قصيرة سابت البوب خلاص الليلة شاقة مسيرة قلبا يا أخي تاني سلام غواف النم صبتني وداير قول لي كلام الخداد زاين فوقنا الرشام بعد القشة يا زول خدت ليها زمام شبها شفت سارح فوق نويله تمام أشوف روبه المسرح زاف معنا السام أنحنا نهم عليه وعلينا ما همام يند جبينه نفسه فرير وعطر الشام الكوكاب يا زول في الضلع زمام كلامه شوية خلقة ربه ما نظام راد عسينة في جيزان وطاط غمام شفت شرفت غافل كارف النسام شفت شرفت غافل عارف النسام يا سلام يا سلام في نفس الاطار ده يا ود زاك يمكن احنا خلاص ماشيين على الخواتيم المساحه دي يعني بنلقى انه كثير من الشباب الان هم مشوا لشعر الدوبيت رغم انه بتلاقيكم مواقف انه يا اخي كده اشرح لي الكلمه دي اشرح لي الجمله دي وريني معناها شنو هي من صميم الباديه لكن ممكن يكون ما فاهمه بين انك انت خليط ما بين ام درماني صح. وما بين كردفاني هل لقيتك مواقف زي دي انهم يكونوا ما فاهمين الشعر يقول لك اشرحوا لنا او الدوبيت هاي بحصل كلام كثير زي ده نعم وبتشرحوا من غير ما يكون عندك اي مشكله يعني جدا جميل طيب نحن في الختام عاوزينك تدينا نص لنا ولكل اللي بيتابعك ولكل اللي بيحب دوبيت ودوباي تحديدا نعم طيب طبعا والله انا داير اقول نص يعني دايرة أقول نص أنا طبعا زول مشيت الذهب وعندي ذهابة بعض مرات بخدت لي حسابات يسمعوا مني داير أختم بهم يعني يا سلام نحن بنحييهم والله وده نص محدد لجمهور محدد لهم التحية ممكن نهدي لهم النص ده نسمعه جدا بلدا كنت ناويله وخطر فوق بالي نويت له الليلة يا مولاي أستر حالي فورديها المكرب ما بقوله حتى بلالي متعلم على جبالها وطلوع العالي
قول لي مريدة عندي ليالي نطاق شبكتنا فرسين الجبال العالي اتكرفت لين اسم الشمال الحالي عندي النية في تبر البلاد الغالي كانت الرحلة لبحمض الضيافة جميلة جلسوا حدايا للكباش فتنا قبيلة ما بنهزوا أخوان المقرة نتيلة عارفهم سند واقع بيشيلوا الشيلة ما بنهزوا أخوان الكلام عاسل مهما نظرت ما شايف طرف متكاسل أجر غافيتي فوق سمحين غنايا واصل دفعولي القروش حتى الحجر والفاصل بحرا فوق غرنوق السباح والوزة جر غافيتي أكتف فوق سلالة عز أرفع يدي فوق سمحين غنايا هز والما عنده زي ديل أصله ما ضاق عز جيت الليلة في جبال تزعى يا زول حمت هن عارفين صمضيت بادية مما قمت فشروا علي بيت بر البلاد وعظمت مبسوط بسط ليهم بالغلط ما لمت البوكلينها يتقلع سمعت رزيمة بلد محروسة برجالها ومدلة لغيمة دهابتها للعشمان بزيح ظليمة تزعى التبر مبروكة وحجارها كريمة طفشنا الليل عادين دور هواها مجبر يتباشر نعيم وسرور لبسنا ملونة تلفينا بالكدمور دقشنا نتيلة جبالا خلوعة مور يا سلام يا سلام. نحن بنحييهم والله لهم التحية جميعا وتحية لكل اللي بيصيغ من منطقته من جمال منطقته دوبيت ودوباي ومسادير وغيرها من الكلمات الأنيقة والملهمة وخلينا نقول إنها ساحرة يعني اللي بتسحر فعلا كل من يستمع لها بجهاتها المختلفة وبتفاصيلها المختلفة سواء كانت في الغزل سواء كانت في جمال المنطقة أو في جمال المرأة السودانية أو في جمال تفاصيل سودانية. سمحة عبد الله والدزاكي شكرا جزيلا لك. تشكر لك التحية.